هم الأردنيون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خذوا كل شيء تريدون واعطوا الفقراء حياتهم. خذوا كل أحلامكم معكم وشهوة السلطة. هي أمنياتكم، أحلامكم. أعطوا للفقراء وطنهم وخذوا ما شئتم،
خذوا كل ما تريدون، غادروا إلى لندن وعيشوا في باريس، وتعالوا هنا إلى الأردن وتحدثوا لنا عن الاقتصاد العالمي وعن صناديق الدول العالمية. لا أريد أن أخبر السلطة، السلطة التنفيذية، أننا غير معنيين بأسواق الشانزليزيه، ولا معنيين بأسواق لندن، ولا معنيين بفيينا والنمسا. نريد أن نعيش في وطننا بكرامة فقط. هذا كلام لسان الفقراء. أجلس صباح مساء كل يوم مع فقير عاجز أمام منزله، يجلس على كرسي صغير من صناعته اليدوية ويقول لي: ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ لا أمتلك منبر أتحدث فيه. أنا أتحدث وأقول بلسانك يا ابن وطني، يا ابن جلدتي. هؤلاء يبحثون عن شهوة السلطة. لا يا سيدي، لا يا وزير، لا يا أمين عام، ولا يا عطوفتك، ولا يا معاليك. خلوا الناس تعيش بكرامتها، احترموا عقول هؤلاء الفقراء. وهنا فقراؤنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وتعرفهم بسماهم. هذا قول الله، إن كنتم تعرفون الله. إن الله عز وجل لا يرتضي الهوان لأمة كهذه الأمة العظيمة، هذا الشعب الصبور الصامد الذي في كل بيت هناك الجندي وهناك العسكري وهناك من يخدم الوطن بهدم العين وماء العين. والله إن هذا الشعب الأردني الصبور الصابر تحمل ما يكفي مما يتحمل أي إنسان على هذه الكرة الأرضية. خذوا كل شيء تريدون واعطوا الفقراء حياتهم، خذوا كل أحلامكم معكم، وشهوة السلطة دمتم بود.